эти визиты не являются частью какой-то общей коллективной встречи, они, повторю, на индивидуальной основе запланированы. ليس لدينا أي مخططات لإجراء لقاء موسع يجمع بين أطياف الموارد السورية وكما تعلمون أجرينا مرتين ما يسمى بمنتدى موسكو في فبراير وأبريل الماضي ولكننا نواصل إجراء الاتصالات على أساس انفرادي أما بخصوص فكرة التخلي التوقيع استخدام حق فيتو إن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم ونعتقد أنه ليس لديه أي مستقبل لأن مبدأ حق فيتو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة دون أي شروط ودون أي تخفضات ولجميع الدول التي صدقت على ميثاق الأمم المتحدة احترامها لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي. Ну, кроме этого, даже если гипотетически предположить, мы вам не мешаем?